ابتعدوا عن التنمر. انتوا كاساتذه ولا الطلاب؟ الاساتذه لا اتوقع الطلاب يعني ابتعدوا عن التنمر الكادر الاساتذه الى الطلاب. يعني انت كطالب حاسس حالك انه انت يعني عندك قدره او مؤهلات اكثر من زميلك، ما بتتنمر عليه لانه شفته بالتنمر. شو صار عبد اللطيف فتحي لما كان تنمر؟ صارت لكم الحاسه تنمر، يعني انا بعتبره جريمه. فايز حظكم كثير كبير انه عم يدرس بالمعهد، طلع عندي بالدفعه الاول فايز. اذا شلون استاذ فايز حكى لكم كيف كان استاذ اسعد يتعامل معكم كاستاذ وكنت الله بتشوفوا انه قديش اليوم هو بيتعامل معكم هيك يعني باريحيه غير عاديه، يعني كان بيشرب لعبه حقيقي وبسوق المحبه. طبعا بيحكوا عن المدرسة بريشت وكذا الى اخره، قلت لهم خذوا هاي بونتي لو تبعها وما تساووها انتم، انا مش رب عليكم. وساووها، ساووا الديكور وساووا كل شيء والملابس و و و و الى اخره. اشتغل هو ماتي واشتغل جاموس رضوان بونتي اثنين كويسين، بس في فارق بين الاثنين. فايز اشتغل دور بشكل مش معقول. أنا السوشيال ميديا يا زلمه، أنا السوشيال ميديا تحطها جنب المسرح جنب السينما اللي هي يعني بعد اساسي من هويتنا الوطنيه. شو السوشيال ميديا؟ انا اصلا لا اؤمن فيها، هي اولا لا اؤمن فيها. ليه؟ لانه فيها ما فيها، عرفت شلون حبيبي؟ ايه، فهذا الكلام لا حدا ما حدا بيصدقه اصلا. وين السوشيال ميديا؟ وين السينما؟ وين المسرح؟ وين حتى التلفزيون؟ شو هالحكي؟ قول انا لا تاخذ برايي لاني انا مو مع السوشيال ميديا لانه فلتانه. والفلتان لا تسأل. يعني ما في شيء بيقدر يغسل مكانه المسرح. لا 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 يا زلمه، لا يا زلمه، لا لا لا. نحن هلا بلدنا مرت بظروف قاسيه، هي ظروف شو اسمه، لكن انت شوف المسرح اذا كان هيك، يعني بس تقيس على العالم، روح لشوف قطع تذكره في عاصمه من عواصم العالم، من موسكو لا المانيا لا فرنسا لا هالبلاد اللي فيها مسرح، بدك تقعد تحت المطر شمسية حتى تقطع تذكرة. شو السوشيال ميديا؟ جهلي بكل معنى الكلمة. هاي البيئة، أنا طاحب، أنا هلا كنت واحد من هاي التلاميذ تبع مدرسة قمران والزيتون. كنت واحد من هؤلاء التلاميذ. فهدول اللي عم يقولوا هيك هدول جهلي، ما بيعرفوا حركة المجتمع السوري بالريف وبالمدينة. كيف بالريف وكيف بالمدينة؟ في حركة مجتمع، هي صادقة بالمية كمران وزيتون. هيك كلها عم لك أنا شخصيا واحد من هؤلاء التلاميذ تبع مدرسة قمران وزيتون. فلا تصدق أساؤوا شو؟ إي طبعا في ناس أساؤوا لأنه عم يحكي باللهجة الساحلية، مو بس رسائل شفهية. ثاني يعني انه ليش اللهجه؟ شو اللهجه؟ كبار الفنانين بالوطن العربي خوذ مثال لبنان الرحاب حكوا بلهجه بيروت ولا حكوا بلهجه الريف؟ شو حكي؟ أسعد فضل قيمة وقامة كبيرة بالنسبة للفن السوري وخاصة في مجال المسرح، يعني كان معلمنا وكان أستاذ وكان حتى كمسؤول وكمدير للمسرح القومي، مدير لمديرية المسارح والموسيقى ونشاطاته الأخرى في المهرجانات والملتقيات المسرحية إن كانت محلية أو عربية. إنسان يجب أن ترفع له القبعة وأن نكون كلياتنا متواجدين بالاحتفاء فيه. هذا الأستاذ أسعد مثل ما قلت لك أستاذ ومعلم وصديق، يعني أول شيء تعارفنا ثم تصادقنا ثم أحببنا بعضنا من خلال المسرح.
الأستاذ أسعد فضة أنا اللي بقول له الله يعطيه طولة العمر والصحة ليضل يعني يحط بنسر الحياة المسرحية السورية والحياة الفنية بشكل عام جزء من خبرته وجزء من أخلاقيته العالية ومن مصداقيته في تقديم كل شيء له علاقة بالفن الراقي والفن اللي يلهم أكثر مما يمتع.